بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي، وصل على خاتمهم وقائمهم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا الله وإياكم من أعوانه والذابين عنه. حديثنا أيها الأحباب في شيء مما تحدث به المعصومون عليهم السلام عن الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، والأحاديث التي ذكرت في شأن صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه هي من الكثرة بحيث تتجاوز التواتر بكل معانيه، فهي متواترة لفظا في بعضها، وهي متواترة معنى في القسم الأكبر منها، ومتواترة إجمالا أيضا. وقد ذكر بعض الباحثين عددا من هذه الروايات ولم يستوعب كل الروايات والأحاديث التي تناولت قضية الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، فممن ذكر قسما من هذه الروايات المرجع الديني الشيخ لطف الله الصافي في كتابه الذي عقده بهذا المعنى منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر، وذكر فيه قرابة 1300 حديث فيما يرتبط بشؤون الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، بينما ذكر أن العلامة المحقق الشيخ نجم الدين العسكري ذكر في كتابه حول الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف قرابة 400 حديث. هذا المجموع من الأحاديث يبين لنا أمورا. الأمر الأول أن عقيدة المهدي والإيمان به ليست عقيدة مقتصرة على الإمامية أو عموم الشيعة، وإنما هي عقيدة إسلامية يؤمن بها كل المسلمين، نظرا لأن هذه الروايات
لا تنحصر بمدرسة دون أخرى. الأمر الآخر أن هذه الروايات بلغت من التواتر والكثرة حداً يستحيل معه التواطؤ على الكذب فيه، فإن هذه الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام قد رواها الإمامي والسني، ورواها المدني والمكي والكوفي والبغدادي والمعتزلي والأشعري وأهل الحديث وغيرهم، ورواها أشخاص في القرن الأول والقرن الثاني الإسلامي وهكذا إلى القرون المتأخرة، وهذا مما يستحيل معه التواطؤ على الكذب. يضاف إلى ذلك تعدد مضامين هذه الروايات وتكثر عناوينها، فبعض هذه الروايات تتحدث عن نسب الإمام المهدي، وبعضها الآخر تتحدث عن صفاته الشخصية البدنية، وبعضها يتحدث عن غيبته، وبعضها يتحدث عن أيام ظهوره، وبعضها يتحدث عن خريطة الفتح، وبعضها يتحدث عن أعدائه، وبعضها يتحدث عن أنصاره وأعوانه وصفاتهم وأعدادهم. وهذا التنوع الكبير والتعدد في المعاني والمضامين مما يعطي لهذه القضية تأكيدا تاما في أنها ليست قضية عابرة أو جزئية، ولا نعلم قضية من قضايا الإسلام تم فيها هذا المقدار من الأحاديث ومن الاهتمام ومن تناولها بمختلف أنحاء التناول، كما جاء في سنن أبي داود وابن ماجه والمستدرك للحاكم، وقد وصف هذا الحديث بأنه حديث صحيح عن أم سلمة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. وهذا مهم جدا هذا الحديث، لأنه سيقطع الطريق على عدد من أدعياء المهدوية، ومنهم في القرن الثاني الهجري أواخره عندما جاء العباسيون وجاءوا معهم بحديث موضوع عن النبي وعلى لسان النبي أن المهدي من ولد عمي العباس، وكان هذا الحديث موضوعا، وعلى ضوئه حاول العباسيون وبالذات أبو جعفر المنصور وكان اسمه عبد الله سمى ابنه محمد المهدي، ولعل هذا يلقي بضوء على ما ورد من الروايات غير الصحيحة التي ذكرت أن المهدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، حتى يتطابق هذا الحديث مع كون اسم المهدي ابن المنصور العباسي اسمه محمد،
وأبو جعفر المنصور اسمه عبد الله، فيكون محمد ابن عبد الله، ولقبه أيضا بالمهدي، لكن سيرته وبداياته أثبتت بالإضافة إلى إثبات النص أنه لا يمكن أن يكون هذا من قماشة المهديين الطاهرين. وعن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله كما جاء في مسند أحمد بن حنبل وفي سنن ابن ماجه، ووصف هذا الحديث بالحسن، قال عن النبي أن المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، يعني يدبر أمره ويرتب أمره في ليلة بإرادة إلهية. وفي حديث ثالث عن أبي سعيد الخدري أيضا وصف بالصحة، المهدي مني، عن رسول الله، المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وأما من مصادر أهل البيت عليهم السلام ورواياتهم فشيء كثير جدا، نقتصر على جانب منه. من ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لو لم يبق من الدنيا إلا ساعة لطول الله تلك الساعة حتى يخرج رجل من ذريتي اسمه اسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وفي حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: للقائم منا غيبة أمدها طويل، كأني بالشيعة يجولون جولان النعم في غيبته، يطلبون المرعى فلا يجدونه. تعبير كنائي عن حالة من البحث عن الحقيقة التي هي ملازمة للإنسان أن يتعرف على قيادته وأن يبحث عنه، فلا يجدونه إلا أو ألا فمن ثبت منهم على دينه ولم يقس قلبه بطول غيبته عن إمامه فهو معي في درجتي يوم القيامة. وفي هذا الحديث أيها الإخوة كما ترون هناك حديث، هناك كلام عن أصل القضية، عن أصل وجود الإمام المهدي عجل الله فرجه، ثم عن شؤونه، ثم عن مواقف المؤمنين عن شؤونه، وهي قضية الغيبة، الغيبة الطويلة أيضا. وهذا مما يؤكد ما يذهب إليه الإمامية من أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولد لأبيه الحسن العسكري ثم يغيب غيبة طويلة، ولا يصدق على من يولد في آخر الزمان الغيبة الطويلة التي تترافق مع حيرة قسم من الناس، هذه لا تنسجم. فهنا الحديث يتحدث عن غيبة أمدها طويل، وعن حالة من التساؤل والتفتيش عن القيادة الربانية، وعن حالات الشيعة في ذلك، وأنهم ينقسمون إلى قسمين: قسم يقسو قلبه على أثر طول الغيبة وعلى أثر التشكيكات وعلى أثر البعد عن قيادته فيتخلى عن هذه القيادة، وقسم آخر يثبت قلبه
ويستمر على ذلك حتى يلقى إمامه، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. ومن لم يقس قلبه بطول غيبته غيبة إمامه فهو معي، يقول أمير المؤمنين في درجتي في يوم القيامة. وفي حديث أكثر تفصيلا عن شؤونه يتحدث إمامنا الصادق عليه السلام، يقول: كان أبو جعفر يقول، يعني هذا الحديث عن الصادق عن الباقر، وهذا ما يفيد تأكيدا للمضامين الموجودة فيه، يقول: لقائم آل محمد عجل الله فرجه الشريف غيبتان، واحدة طويلة والأخرى قصيرة. فهذه ليست غيبة واحدة، وإنما هما غيبتان، غيبة قصيرة وقد انقضت في زمان السفراء الأربعة، والأخرى طويلة ونحن نعيش فيها، ونسأل الله الثبات على ولايتهم فيها. كيف يمكن أن يعيش بيننا أو أنه غائب ولا نراه؟ يشرحه حديث أخير، وهو ما جاء في الكافي من صحيح سدير الصيرفي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، سمع الصادق يقول: إن في صاحب هذا الأمر شبها من يوسف. لاحظوا أن الإمام الصادق عليه السلام توفي شهيدا في سنة 148 هجرية، يعني قبل أكثر من قرن من الزمان من حياة الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. ومع ذلك الإمام الصادق يهيئ من ذلك الوقت ويعطي الثقافة المناسبة لمن سيكون في زمانه وبعد زمانه. يقول: إن في صاحب هذا الأمر شبها من يوسف عليه السلام النبي، قلت له: كأنك تذكره حياته أو غيبته، أو تذكر حياته أو غيبته، يعني نبي الله يوسف أيضا غاب عن أهله وبقي حيا بالرغم من المؤامرة عليه. فقال لي: وما ينكر من ذلك هذه الأمة، يعني لماذا يستنكر أن يكون هذا الشبه بين وصي خاتم الأنبياء وبين نبي من أنبياء الله؟ لاحظوا، يقول: إن إخوة يوسف كانوا أسباطا، أولاد الأنبياء، تاجروا يوسف وبايعوه وخاطبوه، وهم إخوته وهو أخوهم، فلم يعرفوه حتى قال: أنا يوسف وهذا أخي. يعني مع أنهم إخوة له وعايشوه، بايعوه، تاجروا معه، جلسوا عنده، ولكن إلى تلك الفترة لم يكونوا يعرفوه، لأن عنوانه وشخصيته خفيت عنهم، وإن كان شخصه ظاهرا لهم، ولكن عنوانه أن هذا يوسف وأن هذا نبي الله كان خفيا عنهم، إلى أن قال لهم: أنا يوسف وهذا أخي. فيستدل الإمام عليه السلام، يقول: لماذا تنكر هذه الأمة، من ينكر منها أن يكون أيضا صاحب العصر والزمان، يبايع الناس، يتاجر معهم، يجلس معهم، يحضر معهم في الموسم في الحج كما ورد في الروايات، ربما يكون كتفه بكتفك، ولكن مع ذلك أنت لا تعرف أن هذا هو الإمام الذي فرض الله سبحانه وتعالى طاعته. فالذي بلور فكرة الغيبة العنوانية للإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف،
وأنه لم يكن اختفاء جغرافيا كما قد يتصور البعض، إنما هو الإمام الصادق عليه السلام قبل ولادة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بنحو من قرن من الزمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أنصار هذا الإمام العظيم، وأن يعجل فرجه وفرج هذه الأمة بخروجه، فإنه قد عظم البلاء عليها وبرح الخفاء، وأصبحت هذه الدنيا تمطر دماء ومصائب ومشاكل، ولم يبق من أمل إلا الأمل الإلهي الذي يرسله الله سبحانه وتعالى فينقذ به هذه الأمة بل جميع البشرية. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه، إنك على كل شيء قدير. Thank you.